الآن أسأله هذا القرآن عندما أسأله سؤال، هو يجيب أو أنت تجيب؟ العالم يجيب. العالم يجيب وفقا لما يراه ويفهمه. إذن هو ما أجاب، من ده يجيب؟ العالم. العالم الذي دقق في هذا النص القرآن، يعني بعبارة أخرى فهمي عن الإسلام يساوي حقيقة الإسلام، وقد يطابق الإسلام وقد يختلف مع الإسلام. قد يطابق وقد يختلف. إذن لا يقول كل عالم ما قلته هو الإسلام، لا بد أن يقول ما قلته هو فهمي بدليلي من الإسلام، وقد يطابق الإسلام وقد ماذا؟ وقد يخطئ الإسلام وقد لا يخطئ، ويتواضع ويقول لعله هو الإسلام كما أراده صاحبه أو ماذا؟ الأسود. هذا الإسلام الأسود، يعني يقول الأفريقي مولانا ضمن ظروفه وثقافته وبيئته وجغرافيته، عندما تطرح عليه أنت الإسلام يفهمها ضمن منظومة ماذا؟ الجغرافية والبيئية والثقافية، وهذا بشكل واضح وصريح أشار إليه ابن خلدون في مقدمته، قال بيئة الإنسان، جغرافية الإنسان، مكان الإنسان، ثقافة الإنسان، عندما تلقي عليه أنت المفاهيم القرآنية يفهمها بالطريقة التي تختلف عن القرآن. دراسات يشرف عليها الدكتور عبد المجيد الشرفي، الإسلام الأسود، الإسلام الآسيوي، إسلام الأكراد، الإسلام البدوي، الإسلام الخارجي، إسلام الخوارج، الإسلام السني، الإسلام الشعبي، الإسلام العربي، إسلام الفقهاء، إسلام الفلاسفة، إسلام المتصوفين، إسلام المتكلمين، إسلام المجددين، إسلام عصور الانحطاط، الإسلام في المدينة، الإسلام في مكة. ولكن ماذا؟ لا تقص الآخر، لا تقول الامتياز أولا لي وثانيا ولا تصادر آخر. أما إذا بدأت بالمصادرة فأول ماذا؟ فأول ماذا؟ إذا صار البناء ثقافة التواصل، ثقافة الحوار، ثقافة قبول الآخر، عند ذلك تعدد القوميات واللغات والأديان والمذاهب نقطة قوة اللغة. واحدة في المدرسة هذه لولا بد أن يخرج، أما إذا توجد قراءة ثانية ينسجم مع القراءة الثانية، يبقى داخل الدائرة أو يخرج منها؟ يبقى داخل. إذا نستطيع أن نستوعب كل أنماط مثقفينا وشبابنا، لأنه عندما تدخل في حوار مع الآخر تقبل الآخر، مو تقبل الآخر يعني تتنازل من عقيدتك له، تقبله يعني تعطيه المشروعية كما تتوقع منه أن يعطيك ماذا؟ المشروعي. تحترم قناعات، تحترم قناعات. يحرم أكررها 100 مرة أنه سب ولعن وإهانة مقدسات مو المسلمين، كل البشر. يعني البوذية ما عنده مقدسات، أنت مو من حقك أن ماذا؟ أن تسبه وتسبه. إذن الإمام الرضا سلام الله عليه يقول عرفوهم محاسن كلامنا، مو عرفوهم مساوئ أعدائنا، أي الذين لا علم لكم. والبعض يقول لسيدنا ليش تقول جهل هذول؟ منطق القرآن الذين لا علم لكم. الآن بعد أن تحدث سماح السيد عن أنه هنالك فهوم متعددة للنص الواحد وهو نص القرآن الكريم وأيضا الحديث، لدينا فهوم متعددة، وتساؤلنا الأساسي من يمثل الإسلام، الآخر يسأل من يمثل الإسلام. الآن منهج السيد الحيدري إزاء هذه الفهوم المتعددة وأيضا الإجابة التي يقدمها للآخر ما هي؟ أحسنت. فيما يتعلق بالسؤال الأول الذي طرحتموه ووقفنا عنده، تبين مما تقدم أنه لا يوجد أي فهم يمثل ماذا؟ الإسلام. الإسلام، نعم. كل فهم من هذه الفهوم إنما تمثل أصحابها ومن يقتنع بها، نعم. وما يقتنع بها، نعم. يعني افترضوا يعتقد زيد ويحج عليهم وليس على الأخر. أحسنتم جزاكم الله، هذه النتيجة المهمة. إذن
لا يستطيع أحد الآن يأخذ كتب ابن تيمية يقول هذا هو الإسلام. هذا ليس الإسلام. هذا فهم ابن تيمية ماذا عن الإسلام. لا يستطيع أحد أن يأخذ آثار الشيخ الصدوق ويقول هذا هو الإسلام. هذا هو الإسلام أو هذا فهم الشيخ الصدوق عن الإسلام. المجلسي هذا هو الإسلام لو فهم الشيخ المجلسي عن الإسلام وهكذا. إذن لا يوجد فهم يمكن أن يساوي الإسلام ويكون معبرا عن ماذا؟ عن الإسلام. هذه أصل كلي ومفتاح أساسي لفهم المنظومة المعرفية التي أعتقد بها. أنه لا يوجد أحد من الأولين والآخرين غير الأئمة المعصومين كما أعتقد، لا يوجد أحد من علماء الشيعة السنة الآن ما لنا علاقة، من علماء الشيعة بمختلف اتجاهاتهم بالنسبة إلي يمثل ماذا؟ يمثل الإسلام. بل لا يوجد أحد، بل يمثل فهمه، بل يمثل فهمه وهو حجة عليه. فأنا أبحث، فإن طابق رأيي رأيه فقبلت رأيه، لا لأنه رأي الطوسي أو المفيد أو ابن عربي أو ما دل عليه، بل لما دل عليه البرهان. هذا أول. هذا أول. ثانيا إذن لا يقول لي قائل، وهذا الذي كررته مرارا وتكرارا، لا يقول لي قائل إذن ماذا تقول بإجماع علماء الشيعة؟ بالنسبة إلي إجماع علماء الشيعة له قيمة علمية أو ليست له قيمة علمية؟ فهمهم فليجتمع أولهم وآخرهم مع أوسطهم على شيء. هذا لا يمثل التشيع عندي، وإنما يمثل ماذا؟ تشيعهم وفهمهم على التشيع. لكن قد يقودك الدليل إلى أن يكون رأيك متوافق مع لا كما هما هكذا، كما هم أيضا وافق بعضهم بعضا. ليس الدليل على ذلك هو الإجماع، وليس الدليل على ذلك هي الشهرة العلماء. وأنا أجد الآن بعض الفضائيات أو بعض المواقع الإلكترونية، السيد الحيدري يريد أن يضع ضعف آراء علماء الشيعة. أنا لست بصددي أصلا علماء الشيعة، آراء علماء الشيعة أضعفها أو أقويها أصلا. أنا بالنسبة إلي ليست حجة حتى أقوي أو ماذا أو أضعف. أنا المهم عندي ماذا؟ التشيع. التشيع ما هو بالنسبة إلي؟ القرآن الكريم وحديث النبي وحديث أئمة أهل البيت ما ثبت عندي أنا، وفهمي منها هو الحجة. ماذا يفعل السيد الحيدري بضرورات المذهب؟ الجواب، الضرورات أوجدها ماذا؟ أوجدها العلماء. ولهذا أنا أعبر عنها ضرورات علمائية وليست ضرورات مذهبية. هذه الضرورات علماء أوجدوها، وإن شاء الله تعالى هاي القضية سوف تتضح بشكل جلي في مسألة الإمامة. لكن تأخذ من عندنا وقت. بلي لا، في مسألة الإمامة، لأنه الآن يقولون من ضرورات الشيعة عصمة الأئمة، هذه ضرورية من ناقشها فقد خرج عن التشيع. لا، مشتبه. مسألة عصمة الأئمة ليست من ضرورات الشيعة، ليست من ضرورات التشيع، بل من ضرورات علماء الشيعة. تقول سيدنا أنت لا تعتقد بأنها ضرورية؟ أقول إذا دلني الدليل على أنها ضرورية أعتقد بها، لا لأن علماء الشيعة قالوا، بل لأن الدليل ماذا؟ دل عليها. هذا سبب الاشتباه الحاصل. الاشتباه الحاصل يتصورون أن السيد الحيدري لا يقبل عصمة أهل البيت. لا أقبل عصمة أهل البيت وأصر عليها، ولي تآليف مؤلفات وأصر عليها قديما وحديثا، اعتقادي بيني وبين الله. ولكنه هذا مطلب، وأنه إذا قال لي الدليل عليه، الدليل عليه ما هو؟ قد الطرف الآخر شيعي يقول لم يقم عندي دليل. أقول لا تخرج عن التشيع، أنا عندي دل الدليل على عصمتهم، أنت لم يمعدك. تقول هذا خالف الضرورات. في وقتها راح نقدم هذه أقدم صورة كاملة عن مسألة الإمامة حتى نعد المشاهدين. ومن هنا فليحفظ المشاهد الكريم عني هذه الحقيقة بشكل واضح. أنا أميز كاملا بين التشيع الواقعي وبين التشيع التاريخي. وآراء العلماء كلها أين؟ في التشيع التاريخي.
يعني هذا مجموعة ما فهمه العلماء على مرور 500 سنة 1000 سنة 1200 سنة. نعم. وهذه ليست حجة ولا قيمة علمية على كل منهم على نعم. لمن دل الدليل عليه عنده. أنا ما أريد أقول ليست حجة عنده. ليست نعم. حجة ماذا نعم. عندي. هذا كله أيضا نحترم مجهودهم ونحترم قناعاتهم. قلت مرارا قلت نعم. أن أحترمها ولكن لا أقدسها. نعم. حتى لا يشتبه أيضا سيد أحسنتم مرارا قلت أحترمها ولكن ماذا لا أقدسها ولا أعتبرها حجة. عزيزي أنا دا أقول بيني وبين الله لا يجوز إهانة البوذي في مقدساته. أهين علماءنا مولانا في مقدساتهم؟ هذا معقول أصلا؟ غير معقول طبعا. غير معقول. أنا دا أقول لا أقدسها. يعني لا أقول لأنهم اجتمعوا لأنهم قالوا من المسلمات لأنه قالوا من الخطوط الحمراء إذا لا بد ماذا أن نسلم بها. يعني هذا التسليم يحتاج إلى دليل, يحتاج وأنا, ما إلى دليل, دليل. وأنا ما عندي دليل عليها. ولهذا أنا معتقد أن كل المشكلة في التشيع التاريخي كل المشكلة في التسنن التاريخي. يعني ماذا؟ يعني المشكلة في آراء العلماء. المشكلة في آراء ماذا؟ سأضرب لك حتى تتضح. لا. الآن كثير مما يعملونه باسم تحت خطين مولانا أو مئة خط أحمر مولانا شعائر حسينية من التطين والتطبير التي هي مجموعة خرافات مجموعة أمور. كونوا على ثقة. الإنسان السوي الذي يحترم نفسه لا يقوم بها. هذه داخل ضمن الدين وداخل ضمن من أوجدها من آراء العلماء. أي منهم؟ من أوجدها من فهمها أو أحسنتم. هذا داخل ضمن نعم. التشيع التاريخي نعم. والتشيع الواقعي وربما أقام على عليها دليل بحر هو. أنا ما عندي شغل لكن لا يقول لي إذا لم تقبلها أنت لست شيعيا. هذا نعم. مو من حقك أنت نعم. أنت لست الميزان القسط في التشيع. أنت هذا فهمك عن التشيع وأنا لي فهمي عن التشيع. أنت هذه قراءتك عن التشيع وأنا لي ما. الآن الذي يقوم به كثير من أبناء السنة الذين هم القاعدة والنصرة والدواعش وغيره ينسبون أنفسهم إلى الإسلام أو لا ينسبون؟ ينسبون طبعا بل يقولون نحن الإسلام. في المقابل ماذا يقول له الآن المؤسسات كالأزهر وغيره؟ يقولون هذا الإسلام الخارجي لا نوافق عليه. الجواب ياهو الإسلام الحقيقي الأول والثاني. الجواب لا الأول ولا الثاني. هذا فهم وذاك ماذا؟ فهم آخر. ولكن هذا فهم خاطئ وذاك أنت قل فهم صحيح. ولكن يبقى كلاهما ماذا؟ داخل في التسنن التاريخي لا في التسنن الواقعي. نعم. ومن هنا يبقى الباب مفتوحا لأي اجتهاد ضمن أصوله المنهجية التي يقدمها الإنسان. نعم. ويغلق باب القراءة أو لا يغلق باب القراءة؟ لا يغلق طبعا. هذا الذي يحاول كل مجتهد نصيب بشرطها وشروطها. لا نعم. يقول كل واحد راح يخرب الدين. لا لا لا, لا. نعم. بشرط أن يثبت أنه ماذا صاحب نظر واجتهاد. تقول لي سيدنا سؤال سألت أنت في حلقات سابقة نعم. كيف يثبت أنه اجتهاد؟ يثبت من خلال آرائه أفكاره مؤلفاته إنتاجه تربيته نعم. لا من خلال قصاصة مولانا نعم. أنا الآن لست بصدد أريد أقول كل من له قصاصة لا قيمة. لا لا, بس أقول ليست هذه هي المعيار في إثبات أن فلان مجتهد أو ليس بمجتهد. أعلم أو ليس بأعلم. هذا أيضا ينصرف إلى المصادق الأخرى. الطبيب الحاذق وهكذا الشاعر أحسنتم وهكذا. لو أنه الآن 100 نفر يكتبون لشخص أنه شاعر أقوى من الجواهر أقوى من المتنبي بيني وبين الله الشهادات كافية. يقولون أنا شاعر أصلا. خلي أقول لك شيئا أخي. خلي أقول لك الله علمه متناهي أو غير متناهي؟ غير متناهي. قدرته غير متناهي. حكمته غير عدالته نعم مطلق. قال خلقت الخلق لكي أعرف. يعني إذا ما كان له أثر يمكن أن يعرف أو لا يمكن أن يعرف؟ هذه بحث عقائدي. لا, وكان يمكن أن يعرف أو لا يمكن إذا ما عنده أي أثر أو آثاره تدل على عدم الحكمة وعلى عدم العلم وعلى عدم القدرة. يقال عنه قادر أو لا يقال؟ حتى لو الله يجيب 100 شهادة قالوا ترى أنا عالم نعم. بس أنظر إلى أثره. أجد فيها العلم أو لا أجد نعم. أجد فيها الإتقان أو لا أجد؟ وربما هذا أيضا جزء من التربية وأنه حتى يوجهنا. جزاك الله خيرا. إذن أعزائي المدار على الاجتهاد والمدار في الاجتهاد والأعلمية وغيرها
هو مقدار إنتاجه. ومن أقول مقدار لا يروح الذهن إلى الكم، وإنما الكم والكيف. الآن بينك وبين الله، أنت الآن تقول ابن سينا شيخ رئيس فلاسفة الإسلام، تثبت له هذا المقام وهذا الوصف من خلال شهادات أربعة أوراق، لو من خلال كتابه الشفاء والإشارات، أي منهما؟ الطوسي عندما تقول شيخ الطائفة، هذا المقام تثبته له من خلال شهادة، يقول انظروا خمس شهادات عندي. لو الناس يقولون مثلا، لو الناس يقولون، لو عمامته كبيرة. ولهذا أنا أتصور أن الإنسان إذا أراد أن يبين علمه لابد أن ينطق، أن يتكلم، أن يصدر منه أثر. والسكوت دليل العلم، لو لا يثبت شيئا السكوت لا يثبت شيئا. سمح سيد، الآن نحن أمام، أنا ما أبالغ إذا قلت أنه هو مأزق. المأزق هو أنه كل مجموعة، كل جهة، كل مذهب، كل حتى داخل المذاهب أيضا هناك تفاصيل أخرى معلومة. ومثل ما ذكرت أنه سمح سيد، الموضوع يتجاوز حدود 73 فرقة، وكل يدعي أنه هو الإسلام ويخاطب الآخر على أنه هو الإسلام. الآخر ماذا يفعل؟ يحاول النيل من الإسلام والإساءة للإسلام وتشويه صورة من خلال رأي العلماء، عن نقاط الضعف من رأي العلماء، مو من خلال ماذا؟ النص القرآن. وبالتالي يقول هذا لما يتحدث عن التشيع، يقول مثلاً النقاط الشاذة، يقول انظروا ماذا يفعل علماؤكم، انظروا ماذا يقول علماؤكم، ربما عموم الشيعة يرفضون هذا، ولكن هو يسوق على أنه هذا على إذن إذن كيف نعالجه في ذهنية الآخر؟ الجواب هذا الذي أقول، لابد أن نقبل بهذه الحقيقة، وهي أن آراء العلماء ليست بالضرورة هي رأي ماذا؟ هي رأي الدين، بل هو اجتهاد منهم قد يصيب وقد يخطأ، وليسوا بمعصومين. انتهت القضية. هذه قضية، انتهت القضية، بعد ما فيها شيء. طيب إذا لا يقول لي قائل، يعني كل إذا أردنا أن ندعو أحدا إلى الإسلام، إلى أي إسلام ندعو؟ إلى أي فهم ندعو؟ الجواب بيني وبين الله، لابد هو إذا كان من أهل الخبرة والقدرة، لابد أن يأتي إلى هذا الإسلام بفهومه المتعددة، ويبحث أي فهم هو أقرب ماذا، بخلاصة يخرج بخلاصة قائم على دليل. أنا قرأت الإسلام السني، وقرأت الإسلام الشيعي، وجدت الحق والإنصاف كما هو هنري كوربان مولانا. هذا كان مولانا ليس مسلما، صار ماذا؟ مسلما شيعيا. لماذا صار شيعيا؟ لماذا لم يكن سنيا؟ الجواب قال المنظومة التي يطرحها الإسلام الشيعي أجدها هواية أقرب إلى المنطق والواقعية والتعقل وحاجة البشرية إلى الإسلام الذي يطرحه التسلم. خلصت. إذن مرجعية الآخر ينبغي أن تكون الدليل. جزاك الله. وهذا الذي أنا قلته وكررته لألف مرة، قلت الخط الأحمر الوحيد الذي أعتقد به هو الدليل. لا يوجد عندي خط أحمر ماذا؟ آخر. من قال شيئا يوجد عنده دليل لابد أن يحترم. إذا لم يكن عنده دليل، وإذا مروا باللغو مروا كرامة. يقول له أنا مع كل احترامي لك، ولكن هذا الذي تقوله أعتذر، يوجد عندك دليل؟ يقول لا أنا هكذا أرى. يقول وفقك الله، أنا ما أقدر أبحث وياك، تعذرني، أنا هذا اللي هنا نتوقف. أعتذاك الله بعد ما أقدر أتواصل. أما إذا وإذا قلت له ما دليلك على هذا العمل، قل أي كافر، أي ظالم، تريد تضعف المذهب. عزيزي أنا شو قلت؟ أنا قلت أنه أنت من تقوم بعملية التطين، قل لي وين دليله من سيرة الأئمة؟ أين دليله من سيرة الأئمة سلام الله عليهم من سنة 61 من الهجرة إلى سنة 260 من الهجرة، اللي هي غيبة ماذا؟ غيبة الإمام، أليس كذلك؟ الفترة شقد عزيزي؟ كم سنة؟ نعم. إيش قد الفترة؟ 200 سنة. 200 سنة. نعم. دليني من الأئمة قام ببعض هذه الأعمال التي أنت تقوم بها، أو لا أقل دعا إليها، لا أقل. هو ما تطبر، ولكن دعا شيعته ماذا؟ أن يتطبروا. هو ما طين، ولكن دعا شيعته ماذا؟ لا تقول لي بأنه هذول كانوا محاصرين. الجواب هذا كلام خاطئ. التشيع في عصر المأمون وصل كما قلنا في حلقات سابقة إلى حالة واسعة النطاق، اللي اضطر خليفة المسلمين في ذلك الوقت أن يراعي ماذا؟ ظرف الإمام الرضا.
يعني ايضا حتى لا يفهم من السيد حيدر انه هذه مشكله موضوع التطيين والتطبير وغيره، هي مشكله اساسيه، هي جزء من المشكله، من المنظومه. ذاك انا دا اضرب مثال، انا اقول لماذا الان انا دا اقدم قراءه اخرى الان. انت قلت لي في حلقات سابقه نموذج حتى يسال الاسلام مثل هذا. شوف الاسلام ايش يسوي، شوفوا الاسلام معنا هذا الاسلام دا يسوي له هذا بعضه. ولهذا اذا تتذكرون قرانا فيما سبق واحده من انواع الاسلام، الاسلام الشعبي. يعني شنو؟ يعني عموم الناس يعتقدون هو إسلام، هو في الواقع إسلام أو ليس إسلام؟ ليس إسلام. وهكذا في المسيحية، وهكذا في اليهودية، وهكذا في البوذية. إذن القضية الأصلية من يقول شيئا نحن علينا بالدليل، قل ولا شيء غير الدليل، برهانكم إن كنتم صادقين. أحسنتم سماحة السيد كمال حيدر، أشكرك شكرا جزيلا، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. شكرا لكم مرة أخرى سماحة السيد، وأيضا شكر موصول لكل من تابعنا عبر الشاشة. شكرا لكم جميعا سادتي المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.